الونت، كيف نرسمهم، كيف نتحكم فيهم، كيف نعطيهم البروبابيلتي اللي بدنا اياها، وكيف برضه بدنا نعطي الول الانفورميشن كامله اللي احنا بنحتاجها في هذا الول، كيف نتحكم باللاير تبعت الول الهاتشز، كيف نعطيه او نعرفه مين اللاير الاهم ومين اللاير الاقوى في هذا الول، وعلى اساسها بصير اذا بتتصرف مع هذا الجدار. خلينا نشوف كيف ممكن نعمل هذا الحكي. راح اروح من اركيتكتشر اخذ وول او اختصار هذا باليو اي، بعمل كليك على الول، سوري بالسكشن ما راح اقدر ارسم، راح اروح على واحد من الفيوز، وخلينا نبلش من الستريت ليفل على سبيل المثال. بروح على اركيتكتشر، ومن اركيتكتشر بناخذ وول. هلا الول وانس اني عملت كليك على هذا الاوبشن راح يتفعل خصائص الريبون اللي راح يسالني فيها اسئله عن هذا الجدار. دائما الجدار الموجود في الريبت هو عباره عن 2D ان بلان معطيه هايت بالريبون اوبشن او بالبروبرتيز بالانس. فانا لو جيت هون راح الاقيه عم بسالني هل بدك تعطيني هايت ولا تعطيني دب، ما حيسالني في الريبون هاد كم الثكنس او كم عرض هذا الجدار، لانه الطول او العرض تبع الجدار راح ارسمه باي كليكينج في الشاشه، والثكنس تبعه راح احدده من التايب تبع الجدار. اما الزي دايمنشن فانا بقدر ان انا اجي من هذا المكان احدده قبل ما ابدا ارسم. بالعاده ناخذ الهايت لانه احنا من الليفل اللي احنا موجودين فيه ابورد، اما اذا باخذ الدب من الليفل اللي انا موجود فيه داونورد. فخلينا على الهايت. هلا بيسالني الهايت اللي انت بدك تحدد لي اياه، هل هو مرتبط بليفل من الليفلز اللي انت اصلا عملتهم ولا هو انكونكتد؟ اذا انكونكتد فانا راح اعطيه هايت لهذا الجدار، يعني هو غير مرتبط باي ليفل من الليفلز اللي انا عملتهم، من 3 و8 و10 حسب الليفلز اللي انا بشتغل عليهم. اما الانكونكتد حيطلب مني ان انا احدد له رقم معين. اليوم راح نرسم الحالتين، ارسم انكونكتد راح نرسمه كونكتد بليفل معين، نشوف شو الفرق اللي بينهم. فلو جينا على الانكونكتد حكينا له مثلا بدي اياه 4 متر هايت، باقي الاوبشنز راح ارجع لهم كمان شوي. باجي من هون انا هاي هذا البيسك وول بدي استخدمه ازيتز، باجي في البلان وببدا ارسم زي كاني عم برسم لاينز في الاوتوكاد، بس الفرق انه هون عم بعطيني وول جاهز مقسم اكوردنج للتايب اللي انا عم بشتغل عليه. هلا انا من هون بقدر حكينا المرات الماضيه اني اغير ديسبلاي اوبشن، واحده من الديسبلاي اوبشن اللي هو السكيل تبع الدراون، والسكيل تبع الدراون راح نحكي ليتر اون مش بيتحكم بالهاتش سكيل. لو جيت انا هون حكيت من الديانة مثلا 1 ل 20، حيظهر عندي الهاتش تبعت الجدار اللي انا عم بشتغل عليها، راح يظهر انه اوتوماتيكلي عم بيعمل لي الكونكشن بين هذول الجدران اللي انا عم برسمهم، اوتوماتيكلي عم بعرف كل لاير على مين بدها تفتح. فاين؟ لو رسمت جدار ثاني من هون لهون راح الاقي ان الريبت اوتوماتيكلي برضه بيعمل لي الجوينز الموجوده بين هاي الماتيريال، واكوردنج لكل ماتيريال مين شبه الثاني، واللي بيفصل بينهم حيفصل بينهم بخط. طيب هلا نرجع للاوبشنز اللي كنا عم نحكي فيه. خليني متذكرين انه في شيء اسمه ريفرنس بلين صح؟ هاي واحد. الاول برضه لما ارسمه راح يسالني لوكيشن لاين، يعني هو سالني شو الهايت اللي بدك اياه، حكيت له انكونكتد، راح نرجع كمان شوي للليفلز الموجودين ونشوف شو الفرق بينهم. في شيء اسمه لوكيشن لاين. اللاين هو عبارة عن اوبجكت له تو باوندريز، واحد اثنين حدود خارجية، وفي جواته لايرز. هاي اللاير واحدة منهم اسمها الكور لاير، والكور لاير هاي انا كاركتكت او كيوزر للريفت انا بحددها. يعني الكور لاير انا في المرة هاي مثلا رينفورس كونكريت عبارة عن خرسانة مسلحة، وهي اللي حامل الجدار، واللي اذا شلتها من هذا الجدار راح ينهار الجدار. فمعناته انا شو صفى عندي الجدار مقسم؟ فينش فيس انتيرير للجدار نفسه، فينش فيس اكستيرير للجدار نفسه، كور باوندري برضه فينش فيس للكور اكستيرير، كور باوندري داخلي، وبعدين بتصفي اللاير. معناته في عندي انا جهتين للكور، جهتين للول، وفي عندي سنتر لاين للكور وسنتر لاين للول. شو بفيد هذا الحكي كله اللي انا عم بحكي فيه؟ احنا رسمنا هون ريفرنس بلين عشان نعرف هذا الحكي. لو جيت حكيت انه انا بدي ارسم نفس هذا الجدار، بس شو حاعمل؟ حرسمه على خط واحد، ارسم مور ذان وان وول. اول مره راح احكي له خلي لي اياه وول سنتر لاين واجي ارسم. راح الاحظ انه الجدار مسنتر بالضبط على الخط اللي انا عم برسم عليه. طيب لو رحت حكيت له اعطيني الكور سنتر لاين، راح الاقي انه راح ياخذ اللاير اللي انا محددها في التايب تبعي على اساس انها الكور، وهي اللي راح ياخذها على اساس انها السنتر لاين اللي انا عم بشتغل عليه. فاين؟ بعدين طبعا راح الاقي الاوبشنز كلها، فينش فيس اكستيرير للول. وبحالة اني انا مثلا بدي اياه فينش فيس اكستيرير بس ما بدي اياه يروح لهاي الجهة العالية، وانا عم برسم لك بس سبيس،
فاين. برضه نفس الشيء عندي فينش فيس انتيبر، وراح الاقي الفرق بينهم انه عم بعطيني الخط الداخلي هو الباوندري تبعي. نفس الشيء الكور هياخذ الكور لاينز، ونفس الشيء لو اخذنا الكور انتيبر. فمعناته انا هلا صرت اعرف انه انا عندي ابيليتي بدل ما ابدا ارسم الوول وانا الريفرنس تبعي مثلا اللي في الاوتوكاد هو الخطوط الخارجيه للجدار، بدل ما ارسم وشو مكان اللوكيشن لاين كان سنتر لاين مثلا بعدين ارجع اعمل الاين، لا انا بقدر من الاول اجي احكي له من هون اعطيني اللوكيشن لاين تبعي على الفينش فيس الاكستيريور، وهذا خط الاوتوكاد انا عم برسم عليه، معناته هو اوتوماتيكلي عم باخذ لي الاوفست تبع الجدار من اللوكيشن لاين للداخل لاني محدد له اياه فينش فيس الاكستيريور. طيب الاوبشن اللي بعده اللي هو التشين. التشين يعني طول ما انا عم برسم وعم بعمل جوين بين هذول، او مش عم بعمل جوين، طول ما انا عم برسم كل كليك هي عباره عن بدايه جدار جديد، تمام؟ فما عم بوقف عمليه الرسم عم بعطيني يفصلهم عن بعض، لا. طب لو شلت تشين راح ابدا ارسم اول خط وقف الرسم، انا راح اضطر ابدا اعمل دبل كليك، كليك اولى للبدايه وكليك ثانيه للنهايه. فحسب شو الكيس اللي انا عم بشتغل فيها ممكن احتاج تشين وممكن احتاج لا. معظم الحالات التشين راح تكون يعني انيبلد وانت عم ترسم فيها. اوفست من اسمها حتعطيه مثلا رقم معين 200 ملم، انا بدي اوكي هذا الريفرنس تبعي، فانا بدي اياه بعد هذا الريفرنس 200 ملم يبدا الجدار. خليني اخذ من هون فينش فيس وناخذه اكثر مثلا متر ونص عشان يبين معنا. وانا عم برسم بلاحظ الجدار عم برسم بعيد عن هذا الخط اللي انا عم بعمل عليه كليك بمتر ونص. بدي اياه اب اور داون، بعمل فليب يوزنج الميرور اللي هي السبيس. طيب هذا بالنسبه للاوبشن بتاعت الوين. بس اكتر عندنا اوبشن واحد اللي هو الكونكشن سوري الليفل او الارتفاع تبعه، هل هو كونكتد لليفل معين او لا. شفنا الان كونكتد كل هذول الجدران، خلينا نروح على 3D عشان نفهم شو يعني هذا الحكي. WT او ناخذ اول شيء 3D واخذ WT لويندوز ستايلنج. ويندوز ستايلنج يعني هو عم بيفتح لي كل الفيوز اللي انا مريت عليهم وعملت لهم كلير بنفس الويندو اللي انا عم بشتغل عليها. طيب هلا هيك انا صار في عندي هذا الجدار اللي هو اوتوماتيكلي راح يصير يعمل سلكشن في الويندوز الثانيه. ناخذ هذا نبعد شوي نيجي هون. هلا راح اعمل كمان فيو على الاليفيشن هون، وراح ناخذ هلا جدار بعيد هاي دبليو تي، ناخذ كمان جدار مثلا هاي كريت سيميلر ناخذه هون. هذا الجدار او كريت سيميلر مره ثانيه، هذا الجدار راح احكي له اعطيني اياه للسكند فلور، ونرسم من هون لهون. الفرق بين انه هذا الجدار كونكتد لليفل معين وهذول الجدران كلهم نفس كونكتد لهذا الليفل، تمام؟ اذا انا جيت على الليفل اللي انا عم بشتغل عليه حكيت له اعطيني اياه بدل 6000 مثلا 8000 ملم، راح يعمل ستريتش للجدران كلها اللي متصله، ومش بس الجدران، كل الاليمنت المتصله او المرتبطه بهذا الليفل راح اعمل لهم ستريتش اب اكوردنج للرقم هذا او ستريتش داون حسب المومنت اللي انا عم بعمله. طيب ايش نفهم كثير ضروري؟ كل الاوبجكتس الموجوده في الريفت ما دام انا عندي ابيليتي اربطها لليفل اللي هي عم تشتغل على اساسه، يفضل انها تكون مرتبطه بهذا الليفل باعتبار انه معظم الحالات اللي احنا بنشتغل فيها انه الاوبجكتس راح تكون على هذا الليفل، يعني فيرنشر في الطابق الثاني مستحيل تغيري سلابه الطابق الثاني وما تغيري معاها الفيرنشر بيس. مستحيل نروح نغير السلابه تبعت الطابق الثاني وما نسحب معه الويندوز مثلا اب اور داون، ممكن تصير صدف هذا الاحتمال ضعيف وبكون السلابه هي الليفل تبعها غلط مش الليفل هو اللي بده يتغير. فمن هاي الناحيه او من الخبره اللي مرينا فيها يفترض 90% من الموديل تبعي ريكومندد انه يكون كونكتد دائما الليفل الموجود. طيب الجدران الثاني هل انا بقدر اغير الليفل اللي انا رسمتها بعد ما خلصت؟ طبعا اما الفيرتيكال فيو انا بقدر امسك واحرك مانيولي لهاي الجراب بوينت، او انه وانس عملت فلت على اي واحد من الجدران في عندي البروبريتيز بلت حتعطيني ابيليتي اغير كل شيء انا بحتاجه لهذا الجدار من ناحيه الاوبجكت سبيسيفايد اوبشن. يعني انا لو جيت على هاي البروبريتيز بلت بس السلكتد اوبجكت هو اللي حيتغير، ما حيغير ولا شيء ثاني. عملنا زوم ان، عملنا هون زوم ان نشوف شو بده يصير، عملنا هون زوم ان. فاين هذا الاوبجكت كان عباره عن اوبجكت ان كونكتد. لو حكيت من هون التب كونسترينت عامل لي اياه للفيرست فلور
اوتوماتيكلي راح اغير لي اياه للفيرست فلور. ولو جيت انا هون على الفيرست فلور حكيت له بدل 3 اعطوني اياه مثلا 2، نلاحظ شو بده يصير هلا بهذا الجدار الموجود هون، طلع 2 متر راح ينزل مع الليفل الموجود. طيب نرجع نمسك الوول تبعنا بيس كونسترينت، اذا متذكر هو لاني انا رسمته اصلا على ستريت ليفل فاوتوماتيكلي اخذ البيس كونسترينت تبعي، هيعطيني ability كمان اعطيه offset up or down عن الليفل اذا بحتاج. لو طلعنا بالسكشن الموجود او الاليفيشن، اذا حكيت له مثلا 500 ملم above هذا الليفل فحعمل له offset down نفس الشيء. اللوكيشن لاين برضو عندي ability ان انا اغيره. طيب السؤال هلا لو غيرت انا هون اللوكيشن لاين هل حيتغير اي شيء على هذا الجدار في البلان؟ هلا لو جيت انا غيرته بدل ما هو exterior حكيت له center line، شو المفروض يعمل؟ في يوزرز بفكر انه اذا انا جيت غيرت من السنتر لاين او سوري من الاكستيريا للسنتر لاين راح يمسك هذا الجدار يعمل له موف يخلي الفينش فيس تبعه على اللوكيشن لاين الجديد. لا هو ما هيغير ولا شيء على هذا الجدار، بس انا مثلا ليش بحتاج اغير؟ مثلا على سبيل المثال انا هذا الاوبجكت بعد ما رسمت اكتشفت انه هاي اللاير لازم تكون لجوا وهاي اللاير لازم تكون لبرا، وبدي اعمل ميرور بس ما بدي يتغير من مكانه. هلا اذا بعمل ميرور او فليب على السبيس فهو راح يغير مكانه ويثبت اللوكيشن لاين اللي انا اصلا كنت راسمه. طيب لو اجيت من هون حكيت اعطيني بدل هاد سنتر لاين وجيت هون حامل فليب من غير ما يغير مكان الجدار، فواحده من الاستخدامات اللي ممكن نحتاج فيها اللوكيشن لاين يتغير، علشان هيك هذا الاوبشن مفيد. طب كونسترينتس حكينا عنها، الاوبشن الجريد هاي بتكون لسه لازم تكون انت عملت تعديل معين على الجدار عشان تتفعل، يعني base is attached او top is attached. فرقت عنا ability انه احنا نعمل attach مع floor او مع roof رح نحكي عنهم later on، اذا عملناهم رح نلاقي انه هذا الاوبشن تفعل. تمام، ما ححتاج ادخل فيها هلا. top offset حكينا شو هو، top constraint حكينا شو هو، downward في عندي option اسمه room bounding، later on رح ناخد اشي اسمه rooms. اذا هذا الاوبشن فعل راح اقدر ان هذه الجدران تفصل بين الغرف ويصير الروبوت يفهم انه هذا سبيس محاط باربع جدران. اذا ما كان فاعل فانا ما بقدر احط روم محدده ضمن هذا الجدار، بقدر ان انا احكي له انه هذا الجدار هو عباره عن ستراكشرال وول. وشو الفرق اللي راح يكون موجود عندي بين ستراكشرال وول او اركيتكتشرال وول؟ اركيتكتشرال وول انا بحدد له لايرز فينشنج ببنشز لهذا الوول، راح نحكي عنها بالايد التاب كمان شوي. اما الستراكشرال وول راح كمان احدد معه، اذا انا بدي اعمل له انيبل اناليتيكال اوبشنز شو الستراكشرال يوزج تبع هذا الجدار، هل هو بيرنج وول هل هو شيرنج وول ستراكشرال كومبايند واتس ايفر. هلا غير هيك الستراكشرال وول كمان راح يدخل فيه اليمنت ثاني غير غير الماتيريال تبعت الكونكريت، خلينا نحكي ممكن يكون في ريبار. الريبار هو عبارة عن الحديد اللي ممكن نحط مع هذا الجدار، فأنا برضو بحكي له إنه أنا بدي أحط لهذا الجدار أو لهذا السوري الستيل اللي راح نحط لهذا الجدار كفر خارجي كفر داخلي وكفر على الدايمنشنز الثانية. هذول ما بيهمونا لأنه إحنا عم نحكي له عن أركتكتشر. طيب ننزل داونورد راح يعطيني أبيليتي إن أنا أعرف الدايمنشن تبعت هذا الأوبجكت ناحية اللينك. الارتفاع ما حيحكي لي إياه لأنه هذا موجود في الأوبشنز اللي فوق، الاريا تبعت هذا الوول والفوليوم تبع هذا الجدار، فهذول راح يدخلوا بحساب الكميات ليتر اون بالسكيدجول. داون وورد ايدنتيتي داتا بنقراهم نعرف شو هم، ما في داعي ادخل فيه ونتجن ما حنحكي فيها. فاين هذول البروبريتيز كلها موجوده في البروبريتي بتاعت، اي ثينك انها كومون هذه الاوبشنز، مع يعني اذا قرانا هذه الاوبشنز راح تكون كثير واضحه. خليني اخذ تايب ثاني من الجدران، صار الجدار فارغ. هلا فعليا انا اذا برسم اي جدار يفترض ان انا كاركتكت اكون عارف شنو الجدار اللي عم برسم فيه، لانه اذا برسم جدار خارجي بلوك وور غير عن لما ارسم جدار داخلي بلوك وور غير لما ارسم جدار داخلي جبسون بورد، جدار خارجي كيرتن وول اند سو اون. هلا لازم اكون عارف التفصيل، ويفضل انا بالنسبه لي ان اكون عارفها من البدايه. طب لو مش عارف هو بلشت كونسبت شوال ما عندي مشكله، ليتر انا بقدر اضيف، بس انا بفضل انه تكون من البدايه لانه حتحكم شغل ثاني موجود عندنا في الريبك. هلا انا رسم الجدار بس للاسف مش التفصيل اللي انا بدي اياه، شو عندي ability ان انا اغير على هذا الجدار؟ اللي بنفهم بتذكره دائما انه الريفت بيشتغل فاميليز، وهاي الفاميليز اذا غيرتي على تايب من الفاميليز هذول راح تغير على كل الاوبجكت اللي مندرج تحت هذا التايب. يعني انا ماسك هذا الول خلينا نعمل كمان ثلاثه غيره مثلا، فاين
ونعتبر انه واحد في الجراوند فلور، واحد الفيرست فلور، واحد على الروف، واحد بالايت فلور. فاين، جيت على واحد من البلان حكيت اه هذا الجدار انا مش هيك اللاير اللي بدي اياه، انا بدي فيه تو لايرز. حدخل طبعا طبيعه الحال على ايديت تايب، والوضع الطبيعي انه جوا ايديت تايب هون ابدا اغير. هلا اذا بلشت اغير مباشره وعملت اوكي حيتغير على كل الوولز اللي انا مستخدمهم من هذا التايب في كل بروجكت، وهذا شيء كثير غلط. ما بعمل هاي الحركه الا اذا كنت متاكد انه كل الجدران الداخليه البلوك وورك اللي سمكتها 10 سنتي انا لازم ارجع مثلا اضيف عليها بلاسترنج من اليمين وبلاسترنج من اليسار. فباجي بدخل على التايب من غير ما اعمل دوبليكيت، بدخل على الستركتشر انا من هون بقدر اضيف لايرز على الوول، وببدا اضيف لايرز وبخلص مثلا خليني اضيف لاير معينه وبعدين غير فيها. بحكي له مثلا بدي اياها على سبيل المثال 100 كمان، بحكي له اوكي وبحكي له اوكي. بلاحظ انه كل الجدران اللي انا اشتغلت عليهم من هذا التايب تغيروا. طيب انا ديورنج الشغل عرفت اني انا بدي اغير على واحد من الادجس اللي استخدمته من هذا التايب. اذا كان التغيير ضمن البروبريتيز باليت فحكينا انه هذا عباره عن اوبجكت سبيسيفايد اوبشن، يعني راح يتغير اللاعب فما عندي مشكله بمسك وابدا اغير. لكن اذا كان التغيير اللي انا بدي اعمله ضمن ايديت تايب معناته مباشره اذا انا بس بدي اياه يتغير هذا الوول لاني عم بعمل نوع جديد، شو راح اعمل؟ دوبليكيت مباشره. فاين، هلا وانت عملنا دوبليكيت لهذا الوول فالريفت راح يسالني شو اسم النوع الجديد اللي انت بدك تستخدمه. لازم واتس امست الاسم يكون ديسكريبتيف، والاسم يكون مندرج تحت السيستم تبع الكومباني اللي عم بشتغل فيها. يعني اذا الشركه عم تستخدم سيستم معين لتسميه الفاميليز الموجوده فيها انا ما بمشي عليها. اذا الشركه ما عم تستخدم او اذا عم بعمل انا بروجكت اللي انا بدي اياه، استخدم اسم لازم يكون ديسكريبتيف على اساس انه اي حدا ثاني بده يستخدمه او بده اعمل سكيدجول او واتس ايفر لما يطلع الاسم هذا اكون فاهم عن ايش عم بحكي، واللي بده يقرا برضه اللي هو اهم من اللي عمل البروجكت يكون فاهم عن ايش هذا الحكي عم بنحكي. هلا انا يعني اي ريكومند انه نسمي بالطريقه التاليه، ما في داعي ان انا احكي له انه هذا وول. ليه؟ انه اتس اول، ما في داعي احكي له اتس بارتشن الا اذا بدي احكي له اتس ان انتيريور بارتشن. فاين؟ طيب كيف بدي اسمي هذا الوول؟ بالوضع الطبيعي انا بحب الاسم دائما ابدا فيه هل هو اكستيريور ولا انتيريور؟ فهي اكستيريور على سبيل المثال. فاين؟ اندرسكور. هلا هذا الوول اكستيريور بدي اذكر له شغلتين عشان اي يوزر او انا وانا عم بشتغل اذا بدي اشتغل على الوول هذول بقدر لما ارجع طب اكستيريور هل هو هذا الاكستيريور اللي هو الكلادينج تبعه حجر؟ هل هو هذا الاكستيريور اللي هو الكور تبعه رينفورس كونكريت؟ هل هو اكستيريور لسماكته 600؟ بهذه الطريقه معناته انا في ثلاث معلومات لازم اذكرهم باسم الجدران. فانكشن اكستيريور. هلا انو اهم بالنسبه لي في البروجكت تبعي؟ هل انا احدد الفينشنج ولا احدد الكور؟ بدي اختار وانا عم بسمي، طبعا الثنتين مهمين بس في البروجكت انا بكون عم بستخدم تايبس كثير الفينشنج هو اللي بتغير فيها والكور ثابت. مثلا لازم اختار الكلادنج، شو الكلادنج او الفينشنج اللي عم تتغير؟ بحط مثلا والله هذا ستون وول ستون فينش اندر سكور بحكي له سماكته. طبعا لا سؤال، ايش تفصيله الجدار الخارجي؟ كاركتك انا بعرف شو تفصيله الجدار الخارجي وانتم بتعرف شو وهو بيعرف اليوزر بيعرف. هل انا بدي احط كونكريت جوا هذا الوول سماكته 15 ولا سماكته 20؟ هل انا بدي اعمله طيب بلاش ستون؟ هل هو مثلا اكستيرير وول دبل بلوك وول دبل بلوك وول، ولا هو مثلا جدار خارجي مدهون؟ ولا هو السماكات حتتغير وانا عم بعمل في التكنس او انا عم ببني بهذا الاستراكشر مش شرط اكون عارف كم التكنس، لانه ليتر اون عندي ابيليتي اعمل له رينيم والتكنس هون عم بيطلع معي. فلما اخلص اديتنج للستركتشر اوتوماتيكلي بيطلع معي رقم الثيكنس هون، وانا باجي بس بعمل رينيم وبعطيه الرقم المطلوب. فمعناته انا ححكي له اكستيرير وححكي له ستون، لانه مثلا بيهمني دائما في الاكستيرير مرات اني انا استخدم الستون. If this is the case صارت اكستيرير ستون وعم بستنى احط الثيكنس، بدخل وين؟ اديت. طيب هلا لما دخلنا على اديت لاحظنا انه دخلني على بوكس ثاني كله اوبشنز وانا مش فاهم شو اللي عم بيصير هون، حنعرفهم واحده واحده. اول شيء بما اني عم بشتغل ببيم تول اللي هي الريفت، فالبيم تول دائما عم تسالني عن انفورميشن، ما استنى اني انا اضيف اشياء ما الها معنى. فاين؟ طيب اول شيء راح احكي له انه الفاميلي اللي عم تشتغل فيها اتس ا بيسك وول،
حيحكي لي التايب اللي انا سميته الثيكنس اللي هلا انا واصل له. لهلا المعلومات هاي ما بت يعني ما بتهمني انها اوتوماتيك هلا عم تطلع. الريزستنس بتاعتها زيرو انا ما غيرتها. ثيرمال ماس هذا الجدار بالاخر راح يطلع له ثيرمال ماس معينه بناء على المعلومات اللي حاطي اياها راح تكون ستورد بهذا المول. وبيعطيني في شيء اسمه سامبل هاي. هذا الرقم اللي هون حنعرف ليش هو ومتى بصير مفيد. نيجي هلا وين؟ البارت اللي انا بهتم فيه كثير بالريفت. عم تعمل لي وولز. هذه الوولز فيها لاير. لازم تكون فاهم الجول هذا كثير منيح. فانكشن ماتيريال ثيكنس هابس ستراكشرال ماتيريال. هذول البارت تو بارت الاخيرين مش اهم شيء. هذول اول 3 بارتس هم اللي كثير مهمين. فانكشن انت الجدار اللي عم تستخدمه في له لايرز. هاي اللايرز لما تتقاطع مع بعض في لها بريوريتيز. مين يقطع مين ومين يوقف اذا تقاطع مع واحد منهم ومين يكمل. هاي البريوريتيز انا بحددها بناء على الفانكشن اوف ماتيريال اللي انا عم بستخدمه. يعني مثلا اذا عم بستخدم رينفورس كونكريت في جدار هو عم بكمل من اول الجدار تبع الدرج ابورد لحد توب اوف ذا بيلدينج صح. طيب اذا انا عم بعمل قفاره ودهان على هذا الجدار اللي انا عملته من جهه وعم بعمل جبسن بورد ودهان من الجهه الثانيه اذا تقاطعوا مع سلابات فمعناته الجبسن بورد والقفاره لازم يوقفوا والدهان كمان والستركتشر الماتيريالز اللي هي رينفورس كونكريت يشبكوا على بعض. كمان شوي لقدام راح تصير شوف هذا الحكي بالسكشن نفهم شو اللي عم بيصير. طيب نيجي هون بس نفهم شو يعني ستركتشر واحد سبستريت اثنين ثيرمال اير ثلاثه فينيشنج اربعه فينيشنج خمسه وممبرين لاين. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الأرقام اللي عم بشوفها اللي هي priority of material. من رقم واحد structure في أعلى priority في material دائما هي اللي راح تقطع الكل. substrate هي رقم اثنين. نحكي خلينا نحكي إنها بعطيها للmaterial مثلا أو العوامل المساعدة للحمل في الأوبجكت اللي بشتغل عليه. مثلا عم بعمل على سبيل المثال جبسن بورد على reinforce مثلا. طيب الريينفورس ركب بدي احط الجبسن بورد بس انا بدي اركبه بمثل السد لاي سبب من الاسباب مثلا او بميكانيكال فيكسنج او وات سو ايفر. هذا اللاير بقدر ان انا احكي له عباره عن ايش؟ عن سبستريت. ثيرمال اير ما في داعي احكي عنها لانه معروف شو هي عزل. فينشنج 4 فينشنج 5 تنتين عباره عن فينشنج لايرز بس واحده اقوى من الثانيه لانه ممكن احتاج مور ذان 1 لاير اوف فينشنج وعلى اساس انا صار في عندي مور ذان 1 بريوريتي لهي الماتيريال. ممبرين لاير خلينا احكي اهميتها او متى بتستخدمها اللي هي التايب الوحيد اوف فانكشن اللي انا بقدر اعطيه زيرو ثيكنس. فاين خلصنا من هدول. بلاحظ انه في عندي تو لاين جراي. هذول التو لاينز جراي مكتوب عليهم اتس ذا كور باوندري اتس ذا كور باوندري. فهذول they are not third او fourth material. هذول عباره بس عن الخط اللي هو على طرف الكور اللي عم بشتغل بس. فهو بس الريفت عم بخبرك انه الماتيريالز اللي بين هدول الخطين هم كور ماتيريال واللي برا فهي لفوق والانتيريور فهي لتحت. طيب لو جيت انا هون حكيت له بدي اضيف لايرز وبدي اعدل فيهم احكي له انسر. عندي ابيلتي اعمل ديليت عندي ابيلتي اعمل موف اب فهو صار برا الباوندري. هلا برا الباوندري لفوق انا عم بحكي عن فينشنج ماتيريالز الخارجيه لانه هون عم بحكي له اتس اكستيرير سايد. برا الباوندري لتحت انا صرت عم بحكي عن الفينشنج الداخليه لانه هون عم بحكي لي اتس انر سايد. طيب ناخذ هاي ننزل فيها داون راح اعمل جدار كثير بسيط. طيب الماتيريال معظم الناس بتستخدم برامج 3 دي حتفكرها زي ال 3 دي اسماكس او سكتش اب من تري في ري. انا بس ام اساينينج ان ايمج و ام ريندرينج ات ذا اند اتس نوت ذا كيس. هون الماتيريال هون انت شو عم تستخدم to construct هذا الأوبجكت inside. هل هي brick هل هي concrete whatsoever. ضمن هاي الماتيريال إذا دخلنا على الأوبشن تبعتها راح ألاقي إنه هو بيسألني عن كل خصائصها. يعني مش بس عم بيحكي لي شو هي inside وشو الهاتش تبعها in plan و in section وعلى surface على elevation اللي حنحكيهم. سألني برضو عن إشي اسمه identity data شو المعلومات تبعت هاي الماتيريال. سألني عن شيء تاني اسمه appearance. إذا أنت حاب بالآخر هتعمل rendering production معناته أنت عندك ability إنك تأخذ هاي الأوبشن تبعت الماتيريال وتشتغل فيها زي ما أنت كنت عم تشتغل في منتر ري أو بي ري لأي بروجرام تاني. طيب في بلس ساين هون عملت بلس ساين في عندي physical في عندي thermal. نروح على physical. physical حتعطيني ability أدخل على physical library تمام. هاي physical library لو أنا ما حدخل فيها كثير اليوم
ندخل على الفيزيكال لايبراري ناخذ سيراميك واتس ايفر بورسلان لك هاي البورسلان هاي الماتيريال او الفيزيكال تمبل او الفيزيكال كاتيجوري راح تسالني اسئله معينه هاي الاسئله المعينه عباره عن انفورميشن وصف للماتيريال راح تعطيني ability ان انا ادخل له density او اي ميكانيكال انفورميشن متعلق بالماتيريال اللي انا بدي اياها اذا كانت ضمن اللايبراري تبعك فاهم اليوم برضه ما حدخل على الفيزيكال نروح على الثيرمال برضه حتعطيني ability ان انا الثيرمال حتعطيني ability ان انا ادخل على انفورميشن برضه اعطيها descriptions اسم whatsoever تعطيني ability ادخل على thermal properties thermal properties راح تعطيني ability انه يستخدم هاي المعلومات اذا انا كنت راح بالاخر اعمل analytical model ادخل منه على energy analysis واعمل له energy data فاهم؟ فهمت انا هذول التو بانلز برضه ضروريين ما راح نحكي عنهم هلا نرجع على الاشي اللي بيهمني اليوم identity اذا بنتذكر عشان ما نكون نسينا احنا دخلنا على material هلا الماتيريال هون باي كاتيجوري يعني انا لسه مش عامل لا ماتيريال ولا ماخذ اسم لما دخلت هون اعطاني ابيليتي اني اخذ اكسس على اللايبراري اصلا موجوده في الريفت انا بقدر استخدمها او اني انا اعمل كرييت لنيو ماتيريال او دوبليكيت للماتيريال الموجوده واعدل بالنسخه الجديده انا بالعاده بعمل كرييت لنيو ماتيريال الا في حاله انه والله مثلا بس بدي اغير لونها او بس بدي اغير شكل الهاتش فبعمل دوبليكيت خلينا نعمل كرييت لنيو ماتيريال شو اسم هاي الماتيريال طلع ديفولت نيو ماتيريال بروح على الايدنتيتي وبعطيها اسم جديد مثلا خلينا نحكي انه هاي بلاستر على سبيل المثال فاين ديسكريبتيف انفورميشن ما حدخل فيها هذا الاسم المستخدم خلينا احط بلاستر داش اكستيرير تمام Descriptive information حيسألنا ما حصل فيهم كلهم بس أحكي description حصل اللي بدك إياه classification من هون بقدر أحكي له شو الكلاس تبع هاي الماتيريال فأنا حاخذ concrete وهدول كلهم يستخدموا later on معلومات أنا حاخذها في schedule legend حاخذها ب keynoting حاخذها ب whatsoever comments إذا أنا بدي أحط عليها أي كلمة أنا بدي إياها keywords إذا ممكن استخدمها على online يدور شو هاي الماتيريال اللي بده إياها أو يشوف كيف شكلها أو whatsoever product information مين المصنع مين او شو الموديل اللي عم بشتغل عليه الكوست اللينك اللينك مرات بيكون مهم لانه الناس ما بس راح تاخذ مني بالاخر ما راح تاخذ مني بس هارد كوبي ممكن تاخذ سوفت كوبي هاي السوفت كوبي عباره عن فايل ريفت لو مسك هذا الجدار ودخل على هاي الماتيريال لحتى يوصل للسب لاير اللي لها البرودكت انفورميشن بتكون كثير مهمه واللينك كثير بسهل هاي العمليه فهو بس مجرد كليك او كوبي لهذا اللينك بيدخل عليه اونلاين البارت كتير مهم في البرودكشن تبعنا بالاخر اللي هو ريفت انوتيشن انفورميشن في عندي كينوت وفي عندي مارك الكينوت هو اهم شيء لانه بالاخر راح اجي بالكينوتنج اعطي توصيف للسبيسيفيكيشنز اللي انا راح استخدمها لهي الماتيريال تمام الثيرمال حتعطيني ابيليتي ان انا ادخل على انفورميشن برضه اعطيها ديسكريبشنز اسم واتس ايفر تعطيني ability ادخل على thermal properties thermal properties راح تعطيني ability انه يستخدم هاي المعلومات اذا انا كنت راح بالاخر اعمل analytical model ادخل منه على energy analysis واعمل له energy data فاين فهمت انا هذول التو بانلز برضه ضروريين ما راح نحكي عنهم هلا نرجع على الاشي اللي بيهمني اليوم identity اذا بنتذكر عشان ما نكون نسينا احنا دخلنا على material هلا الماتيريال هون باي كاتيجوري يعني انا لسه مش عامل لا ماتيريال ولا ماخذ اسم لما دخلت هون اعطاني ability اني اخذ اكسس على اللايبراري اصلا موجوده في الريفت وانا بقدر استخدمها او اني انا اعمل كرييت لنيو ماتيريال او دوبليكيت للماتيريال الموجوده واعدل بالنسخه الجديده انا بالعاده بعمل كرييت لنيو ماتيريال الا في حاله انه والله مثلا بس بدي اغير لونها او بس بدي اغير شكل الهاتش فبعمل دوبليكيت خلينا نعمل كرييت لنيو ماتيريال شو اسم هاي الماتيريال طلع ديفولت نيو ماتيريال بروح على الايدنتيتي وبعطيها اسم جديد مثلا خلينا نحكي انه هاي بلاستر على سبيل المثال فاين ديسكريبتيف انفورميشن ما حدخل فيها هذا الاسم المستخدم خلينا احط بلاستر داش اكستيرير تمام Descriptive information حيسألنا انا ما حدخل فيهم كلهم بس احكي description حدخل اللي بدك اياه classification من هون بقدر احكي له شو الكلاس تبع هاي الماتيريال فانا حاخذ concrete وهدول كلهم يستخدموا later on معلومات انا حاخذها في schedule legend حاخذها ب keynoting حاخذها ب whatsoever comments اذا انا بدي احط عليها اي كلمه انا بدي اياها keywords اذا ممكن استخدمها على online يدور شو هاي الماتيريال اللي بده اياها او يشوف كيف شكلها او whatsoever
برودكت انفورميشن، مين المصنع، مين ال او شو الموديل اللي عم بشتغل عليه، الكوست، اللينك. اللينك مرات بيكون مهم لانه الناس ما بس راح تاخذ مني بالاخر، ما راح تاخذ مني بس هارد كوبي، ممكن تاخذ سوفت كوبي. هاي السوفت كوبي عباره عن فاير ريفت، لو مسك هذا الجدار ودخل على هاي الماتيريال لحتى يوصل للسب لاير اللي لها، البرودكت انفورميشن بتكون كثير مهمه، واللينك كثير بسهل هاي العمليه. فهو بس مجرد كليك او كوبي لهذا اللينك بدخل عليه اونلاين. البارت كثير مهم في البرودكشن تبعنا بالاخر اللي هو ريفت انوتيشن انفورميشن. في عندي كينوت وفي عندي مارك. الكينوت هو اهم شيء لانه بالاخر راح اجيب الكينوتنج اعطي توصيف للسبيسيفيكيشنز اللي انا راح استخدمها لهي الماتيريال. طيب هلا حكينا عن الايدنتيتي داتا اللي شامله المعلومات كلها اللي حيحتاجها اي يوزر او اي كلاينت او اي كونتراكتر كونسلتنت، اي حد راح يستعمل هذا الفايل. طيب لو رحنا على الجرافيكس راح الاقي انه راح يسالني عن 3 كاتيجوريز. الاولى هي عباره عن الشيدنج، راح يحكي لي هل انا بالشيدنج فيو، راح نحكي شو يعني شيدنج فيو، استخدم الريندر ابييرنس اللي انا كنت حامله هون او كلر، ومحدد هون الكلر اوريدي، وهل بدك تعطي ترانسبيرنس للاوبجكت عشان يبين كانه اكس راي. هذول ما بيهمون لانه مش كثير حندخل فيه. المهم ان سيرفيس باتر وكت باتن ولازم نفهمه كثير. سيرفيس باتن ان جنرال في الاركتكتشر او في البراوند ان جنرال، احنا في عندنا شيء عم بصير فيه قطع وفي عندنا بارت ثانيه عم بشوفها من بعيد، يعني اليفيشن. هلا الاليفيشن مثلا ممكن تكون انا بس بدي ابينها عباره عن قصاره بلاستر. هذه القصاره في الهاتش تبعها بالفيو اللي انا بحكي عنه اليفيشن عباره عن نقط او عباره عن ساند، معناته انا عم بشوفها من بعيد ومش قاطع بالالمنت، فانا راح استخدم سيرفيس باتن وبعطيها شو الهاتش وبعطيها شو اللون اللي بدي اياه. الشغله الثانيه الكت باتن. الكت باتن اي اوبجكت انا عم بقطع فيه كيف حبين الهاتش تبعه. طيب الماتيريال اللي انا عم بشتغل فيها هون شو بدي اياها، هي عباره عن بلاستر، ما بدي اعطيها سيرفيس لانه انا ما بحب استخدم سيرفيس باتن في الريفت، لانه ممكن تعمل اي نحكي كونفليكت انه ما حدا يفهم انه هذا هل هو مقطوع فيه ولا هو اليفيشن. بس مثلا ممكن ما يعمل هذا الكونفليكت انه اذا انا مثلا عم بسوي تحشير بلاط او تحشير حجر اللي هي بس خطوط متوازيه، فما حتى تخرب الدنيا. كات باتن هي اللي كثير راح نستخدمها، بكبس على الباتن عشان اختار شو الشكل اللي انا بدي اياه. باي دخول في التمبلت راح يكون في هاتشز معينه زي كانه انا عم بشتغل بالاوتوكاد، فبختار مثلا انا والله الهاتش تبع البلاستر بدي اياه اللي هو الكونكريت. وهون عم بلاحظ في شيء اسمه بلاستر تايب، وهون في عندي بوتن الثانيه، هذول ما حدخل فيهم هلا، هذول ما حدخل فيهم هلا. في عندي نو باتن اوكي كانسل، فانا راح احكي له انه انا هي الباتن اللي انا بدي اياه. اللون نعطيه مثلا بلاك، بحكي له اوكي. خلينا الباقيين مثل ما هم. ابييرنس اذا انا حرندر حستخدمها، واذا ما حرندر ما حستخدمها، لهيك حتتأجل لاخر الكورس. جرافيكس خلصناهم، بعمل اوكي. هيك انا شو عملت؟ عملت الماتيريال تبعتي، صفي كم اعطيها الثكنس. البلاستر بالعاده 30 ملم از انف، اخليها تعمل رابي. مره ثانيه الباوندري ستراكشر الماتيريال راح تكون بدل الديفولت انا بحتاج اعملها مثلا رينفورسنج جريد. مثلا لازم احكي اصلا شو الستراكشر تبع الاكستيريور وول بالاول عشان نعرف ليش بدنا نكمل. وبعناته هلا هون الاكستيريور راح نرجع نغيرها لستون، بس خليها لقدام شوي. هلا حطينا الفينشنج الخارجي ستون، هذا هو ايش؟ خليها 50. هذا الفينشنج او الكلادنج تبع الول. قبل الستون راح يجي معي كونكريت، بعد الكونكريت راح يجي معي جاب، بعدين راح يجي معي بلوك وورك، بعدين راح يجي معي بلاستر، بعدين راح يجي معي بين. هذه هي التفصيل اللي بنستخدمها لهذا الجدار. معناته بعد الستركتشر راح احكي له اعطيني كونكريت، ولان الكونكريت هي الستركتشرال لاير في هذا الجدار، فراح احطها جوا الباوندري، انا هي جوا الكورسري، انا هي الماتيريال المهمه. بدخل هون هلا بحكي له هاي بدي اياها كونكريت، بحكي له اعطيني كريت لنيو ماتيريال، هاي الماتيريال سمي لي اياها كونكريت. هلا حاطيها رقم، بس بالعاده انا ما بحب استخدم ارقام، بس لانه كونكريت اصلا اوريدي مستخدمه بهذا التمرين. راح اجي من هون احكي له الكلاسيفيكيشن تبع كونكريت، اذا بدي اعبي هاي الداتا بعبيها. جرافيكس راح احكي له من الكات باتن اعطيني اياها كونكريت، وهي اوكي. اعطيني اياها لون، خليني احطها احمر بس لنميزها، وهي اوكي.
هيك انا اعطيت الماتيريال الكونكريت، هحكي له اعطيني اياها 150 ملم. هلا اللاير اللي بعد الكونكريت حكينا راح تكون اير جاب، راح احكي له من هون اير، راح ما بدي اعطيها ماتيريال، او ممكن عشان التوصيف اعطيها الاير وما بدي لها هاتش بالمره، وحكي له اوكي. ونلاحظ الاير جاب انا استخدمت ماتيريال اوريدي موجوده. طيب هاي راح احكي له 30 ملم او 50 ملم حسب شو الستركتشر اللي واصل له. انسرت وبحكي له موف داون. هلا بحكي له بدي اعطيه هاي فينشينج فور، واحكي له اعطيني هذا الجدار، راح يكون بريك وورد سوري، ممكن استخدمه جاهز او انا اعمل كرييت لنيو ماتيريال. احكي له اعطيني اياها هون لوك وورك، احكي له اعطيني جرافيكس، والكات باتن بدي اياها الهاتش تبع البريك وورك، واعمل اوكي خلي جراي ما عندي مشكله. هاي اوكي، احكي له اعطيني اياها هون 100 ملم لسماكه البريك وورك. انسرت بصفي عندي اخر لاير، وهي اخر لاير مش شرط اني اضيفها، بتصفي حسب الكومباني اللي عم بشتغل فيها، في شركات بتحطها وفي شركات ما بتحطها. راح اجي هون احكي له فينيشنج 5، ونلاحظ حطيت 4 بعدين 5، لان الريفت حطيت 5 بعدين 4 ما حياخدها. ممنوع بالريفت او ما بيقبل الريفت انك انت تمشي بالعكس، دائما البريورتيز من الكور لبرا او من الكور لجوا لازم تضعف مش تقوى. فبحكي له من هون اعطيني هلا بلاستر انا بدي احط، فما بدي اعمل ماتيريال عشان نعرف انه انا عندي ابيليتي اعمل كوبي، وانزل هون اعمل ايش؟ بيست. فاين؟ كذا من هون 30، خلي هلا هذا فعليا الهاتش زي ما هو ما حغيره، لانه الستون باي ديفولت في الريفت ما له هاتش، لازم ادخله من برا، ومش اليوم حكي عن الهاتش كيف بيكون. هلا باقي الاوبشنز راح ارجع لها ليتر اون، احكي له اوكي. هيك انا عملت الستركشر اللي بدي اياه، اعطاني التكلفه اللي راح ينتج عندي. احكي له رينام 360، احكي له مليمتر ضروري احكي له اليونت، احكي له اوكي. هلا هيك صار كثير واضح، ومين ما اشتغل على الفاير راح يعرف انه هذا الجدار هو اللي عم بستخدمه في الخارج اللي هو ستون اللي هو سمعته كذا. ولو انا بدي ارجع على الفاير او بدي اعمل سكيدجول، فالاسم راح يكون كثير واضح وبروفيشنال، وهيك هي الطريقه الرسميه لتسويه هاي الاوبشن. كل الاوبجكت الباقي او الاوبشنز الثانيه راح ارجع لها ليتر اون. هلا لو عملت بريفيو هيعطيني ابيليتي ان انا استعرض هذا الوورد. في عندي طريقتين عشان اعرض الوورد، اما ان بلان او ان سكشن. اذا عرضتهم بالبلان والسكشن هيعطيني ابيليتي ان انا اشوف الوورد تبعي كيف شكله. فاين، نعمل اوكي. هيك اعطاني الجدار المحلول. طيب نعمل او قبل ما نعمل جدار ثاني نيجي على الديسبلاي اوبشن لهذا الفيو عشان نشوف شو حيصير هلا بالجدار. اول شيء السكيل، لما غيرت السكيل نلاحظ انه عم بتغير سايز الهاتش على الديسبلاي. وليش عم بغير سايز الهاتش على الديسبلاي؟ انه واحده من الفيتشر تبعت الريفت انه تو كيب الدرافتنج باتن اللي انا عم بستخدمها ريدبل، يعني ما يتغير. والله راح طبعت هذا الجدار على سكيل 1 ل 1000 يطلع سوليد هاتش اسود، لا بصير يغير السكيل عشان دائما تضل انا مفهومه عندي الهاتشز الموجوده بالبلان. اما في عندي نوع ثاني من الباتن اسمه برضه في الريفت موديل باتن، هذا اذا انا ما بدي هذا الهاتش يتاثر بالسكيل، راح نحكي عنه لحاله. هلا نرجع 1 ل 100 حيطلع بهذا الشكل، لانه كثير كبير انا ما بحب اكمل بهذا الشكل، خلينا نصغر السكيل عشان نرجع بهذه الصوره. الاوبشن الثاني اللي هو الليفل اوف ديتيلينج، ليفل اوف ديتيلينج للاوبجكت الموجوده في الريفت 3 ليفل، كورس ميديوم و5. كورس حيكون لوست ليفل اوف ديتيل، هذا المسج بيطلع دائما بوب اب انه انا لي فتره عم بشتغل ما عملت سيف. ريكومندد دائما نعمل سيف لانه ما يضيع الشغل، لانه بالعاده بنلعب الكراشز اذا كان الفايل كبير، فانا اليوم ما بهمني حاب الكنترول. لاحظنا على الكورس ليفل اوف ديتيل كل الديتيلز الموجوده عندي في الريفت اوبجكت اختفت، وبس اعطاني الباوندري لهذا الجدار، لانه على الكورس ليفل اذا بمسك هذا الاوبجكت بدخل الى التايب هاو تو شو هذا الفيو سوري how to show هذا الوول على الكورس ليفل ما في باتن، معناته ما حيطلع عندي ولا شيء. لو جيت في هذا الجدار حكيت له مثلا انا بدي دائما في الكورس ليفل يطلع سوليد هاتش عشان انا اكون عارف شو اللي رسمته وشو اللي ما رسمته، انا عم بشتغل كونسبشوال فاتها سوليد هاتش وبدي اياه بلاك، بعمل ابلاي وبعمل اوكي، راح الاحظ انه هذا صار بهاي الصوره. طب لو عملناه ميديوم او فاين للجدار حيبين لي الديتيلز اللي انا عم بشتغل عليها. الاوبشن الثاني كثير مهم برضه نكون فاميليار معه، ديسبلاي اوبشن او شيدنج اوبشن.
كنا نعرف شو هدول الفيوز. واير فريم حيبين خطوط, هيدن لاينز اللي كثير كومن يستخدم, شيدد اند سو اون ما حكي فيهم, بس لازم اليوم نكون عارفين انه بقدر ابدل بينهم.